الأولى اللي معانا النهاردة في نون القمة هي خاصة بإعلان وزارة الصحة والسكان فحص وتقديم التوعية ل 31,787,397 امرأة حتى الآن زي ما ذكرنا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، المبادرة المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019، لافتة إلى متابعة 6,731,307 من السيدات من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة. خلونا نتعرف أكتر على جهود دعم الدولة لدعم صحة المرأة. هيكون معنا على التليفون الدكتور هشام الغزالي، عضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا سامر حانم، إزاي حضرتك؟ والحقيقة سعيد جدا بالمقدمة. يمكن تمكين المرأة، وكمان الحقيقة قلت كلمة مهمة جدا 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 في مبادرة السيد الرئيس لصحة المرأة، إنها مبادرة مستدامة، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، انها مش مرة او جزء او فترة وهتخلص، ولكن الاهتمام المستمر المستدام ان شاء الله بصحة المرأة المصرية، وخصوصا طبعا الكشف المبكر لسرطان الثدي. عايزاك تكلمنا في البداية دكتور اذا سمحت لي عن يعني ما حققته المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وتغلبها على العديد من التحديات حتى الان، وايه هي ابرز التحديات اللي قابلتكم؟ الحقيقة حضرتك ذكرتي الأرقام بصورة دقيقة للغاية، حوالي 32 مليون سيدة مصرية. يمكن دي كانت من التحديات الأساسية، إن صعب جدا جدا جدا، وكنا متخوفين جدا في البداية إن احنا نقول للسيدة تعالي اعملي كشف مبكر علشان نتأكد ونتيقن أو نطمن حضرتك إن مفيش حاجة، أو إن احنا نكتشف أي نوع من أنواع الأورام مبكرا. وكنا قلقانين جدا الحقيقه ان ما يبقاش في اقبال او يبقى في تخوف، ولكن الحقيقه المراه المصريه كعادتها فاجاتنا مفاجاه عظيمه جدا، وكان الرقم العظيم اللي حضرتك قلتيه اللي هو 32 مليون سيده مصريه تم توعيتها وتم الكشف عليهم من سن التوعيه من سن 18 سنه والكشف المبكر من سن 35 سنه. الحقيقه رقم كبير جدا جدا جدا، يعتبر من اكبر الارقام في العالم. الحقيقة برضو من الحاجات الكويسة جدا ان هذا الكلام مش ارتبط بس بالكشف المبكر، وارتبط بس بان احنا نوعي الناس مش للسرطان الثدي، ولكن كمان للصحة الانجابية والسكر والضغط وكل الحاجات اللي تهم صحة المرأة المصرية. ما ارتبطش هذا الكلام بالكشف، ولكن ما تبعه او ما تابع ذلك من تشخيص ودقة وفرق علاجية متكاملة من دكاترة الاورام ودكاترة الاشعة والباثولوجي والجراحة، وبقى فيما يسمى بالكونسولت الطبي اللي يخلينا ناخد قرار هو ايه احسن خطة علاجية لهذه السيدة عشان نضمن مش بس الشفاء، ولكن كمان حرص على كل الأوجه، يعني إن السيدة تحافظ على الثدي، كمان تحافظ على الغدد الليمفاوية، تحافظ على الصحة الإنجابية، تحافظ على شكلها، تحافظ على التغذية بتاعتها. وبالتالي بقى هي منظومة متكاملة علشان نعطي هذه السيدة أو الإنسانة أحسن فرص الحياة وجودة الحياة، بالإضافة طبعا والأهم على الإطلاق هي نسب الشفاء. عشان كده الحقيقه الكونسولت الطبي او تفعيل الكونسولت الطبي او لجنه اللجان متعدده التخصصات كانت من الحاجات الكويسه جدا 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 الحقيقه اللي في مبادره السيد الرئيس لصحه المراه، وما تبعها
من أنشطة مختلفة من العلاجات وخلافه. دكتور هشام، بحديثنا عن هذا الإقبال الكبير من قبل السيدات على المبادرة، يعني اسمح لي أسألك عن المسارات اللي تبعتوها لإقناع هذه السيدات بضرورة الكشف المبكر، يعني هل هناك كانت حملات طرق أبواب ما إلى ذلك؟ الحقيقه يعني مجهود عظيم قامت به كل اللي اشتركوا في هذه المبادره، وكان من الحاجات الكويسه قوي ان هو كانت معظم المبادره من السيدات، وبالتالي يمكن الطبيبات سيدات، التمريض سيدات، بيديروا هذه الحمله من السيدات، ادت عملت اطمئنان كثير جدا لبعض يعني السيدات في المجتمع اللي هم بيحبوا يبقى الكشف عليهم عن طريق سيدات. كان في كمان حملات توعيه ضخمه جدا، المردود والتكلم او الكلام العلمي الدقيق بالحقائق ان احنا لو اكتشفنا مبكرا هيؤدي هذا الموضوع الى نسب شفاء تصل الى 95 لـ99%، وبالتالي كل ما نكتشف بدري كل ما يكون احسن، وكل ما نسب الشفاء تبقى افضل، فادى ذلك الى اطمئنان كثير من السيدات. حاجه يمكن الاهم حضرتك، الحاجه القويه جدا هو توافر العلاج، يعني احنا دايما يعني قعدنا نبص على ليه حصل نجاح شديد للحمله العظيمه بتاعه 100 مليون صحه في قضاء على فيروس سي، علشان كان العلاج موجود. وبالتالي برضك نفس الكلام في حمله صحه المراه، توافر العلاج واللي احنا الحقيقه دي يمكن من اكثر الحاجات اللي ادت الى نسب نجاح شديده، ان بدا يبقى في بروتوكولات علميه دقيقه تطبقها وزاره الصحه لكل مرض من الامراض، خصوصا اورام الثدي في مراحله المختلفه، الكونسلت الطبي، اعطاء الفرص للجراحه والعلاج بطريقه مجانيه في اعتقد مراكز دكتور الوزارة. هشام، ايضا هناك يعني متابعه مستمره لاحدث بروتوكولات العلاج المتبعه، سواء في علاج سرطان الثدي ضمن المبادره او يعني او غيرها من الامراض. ده حقيقه زي اللي بقوله لحضرتك دلوقتي، ان احنا البروتوكولات الحديثه العالميه، يمكن دي كانت حتى من السلوجن او العنوان بتاع المبادره نحو المساواه في علاج سرطان الثدي بين السيدات المصريات وحتى السيدات اللي بيعالجوا في الدول الغربيه، وبالتالي بقى في عندنا العلاج الموجه بقى موجود في بروتوكولات وزاره الصحه، العلاجات الهرمونيه، العلاجات الهرمونيه الموجهه، وبالتالي بقى اقصى واحسن فرص علاجيه بقت موجوده الحقيقه. يمكن من الحاجات اللي يمكن لطيفه عايز اذكرها لحضرتك برضو بالنسبه لتمكين المراه، خصوصا حتى في الاورام، عندنا مؤتمر كبير جدا ان شاء الله باذن الله يوم الخميس والجمعه القادمين عن اورام الثدي والنساء، مؤتمر عالمي هيحضره حوالي 3000 طبيب في 120 اجنبي، وهيبقى فيه يعني جلسه خاصه بالطبيبات المتخصصات في الاورام ومسمينها وومن فور اونكولوجي، علشان كمان تمكين المراه المصريه العلماء في هذا المجال. الحقيقه الدفع بعناصر عظيمه وشاطره ومتميزه، سواء اقتصاديا زي ما حضرتك ذكرتي او علميا او بحثيا، ده مهم جدا جدا جدا، واجب علينا كلنا ان احنا نعمل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام الغزالي، عضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.